والله يعني ما بعرف شو بدي اقول له. يعني وجهي له هيك ملاحظه، قولي له وقت اللي يكون في فرصه للتلفزيون وكذا وانت شاب، يعني احكي خذ راحتك. بس شو بخجل يعني فعلا. بخجل انه ما بيحكي ولا انه هو لانه لا هو لانه هو لانه الله محيي ما لقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ما مشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ما لقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. أهم شي السحاب. ما أهم شي السحاب. لسه الجو بارد. لسه الجو بارد. إمتى بيصير ريجي ربيع؟ يعني الشهر الثالث. شهر الثالث باسطنبول بيصير شهر الثالث. مسؤوليتك؟ لا ما مسؤوليتي. ما بعرف ليش الواحد أحيانا بيقول أخي اتركوني أنا مو مسؤوليتي. أفضل يعني أريح. أريح تريح راسك. جربت يعني شي يوم هيك فتت فوتك وبعدين لا كتير فتت فوت يعني قوية وكفالتي ف يعني عملت هذا الشيء انت يعني لانه طبعك انه تفيد او يعني تساعد او طبعا فيني طبع اني اساعد بس بنفس الوقت يمكن انا افكر حالي انه فعلا انه بقدر بساعد تمام وجيت اساعد بس ما قدرت تمام لحق حكي طبعا كتير شلون عالجت الموضوع؟ شو بدي اعالجه يعني؟ ما بقدر اعالجه المهم ما انأذيت هلا انأذيت ككلام حكي يعني عرفت علي؟ اكثر من هيك ما انأذيت لا يلا منيح هلا انت بهالعمر هذا عم تحسبها من هلا طبعا يعني بتفيد هو لازم واحد يعني يحسبها من اول شبابه اذا واحد ما اشتغل من اول شبابه وما شغل عقله من اول شبابه من عمري يعني فبده يحسب لقدام بده يشتغل يعني من هلا بده يبدا حياته هلا انت بلشت تحسبها من ايمتى مزبوط ايمتى مزبوط من تقريبا سنتين سنتين دخلت عمل هذا ودخلت عمل ومن بعد العمل صرت يعني احسبها من بعد عمل يعني دخلت عمل معين من بعد العمل فتفتحت شوي على الدنيا يعني فهون صرت احسبها هلا من خلال حكيك مبين انه يعني قليل ناس حواليك توجهك قليل جدا ما في حدا بدك تقول وحداني. يعني تقول عندي الاب ما عنده يوجهني يعني ما وجهني على شيء بحياتي لحد الان تركك هيك انه راحتك راحتني خلص شوف حياتك شو يعني عنده الكلمه هي من وقت كنت صغير شو طريقك في ايدك يعني هي ظريفة بس عم يراقب من بعيد يعني بس انا هي كنت لقيت قبل انه كويسة عايفني على راحتي بس فلما كبرت لقيتها ما هي لصالحي ابدا كثير اضطريت انا يعني اليوم على الغربة ما لي عارفين شو بدي اعمل يعني عم بشتغل شغلي التقليدي تمام شغلي وبس وانت باين بدك تحرق مراحل يعني بدك تكسب الوقت طبعا قلت لو كان في حدا وراي وجهني طبعا شاد من كان لو ابي يوجهني او عمي او اخي الكبير اي حدا يعني شاد من كان يكون اكبر مني عنده معلومه اكثر مني والدتك كمان نفس الشيء ما في حدا يعني يوجهني عاطفه يعني هي اكثر ما انه كثير عاطفه شو اسمك؟ اسمي عبد الله خضر عبد الله يعني الوالدة بتقول عبد الله شو بدك انت ايه يعني كذا يعني مهم كلاتك لبسك مهم شو عم تاكل مهم انه كون عم تاكل وعايش مرتاح تمام والله هو هلا وقت اللي بيسمع والدك واخواتك بيقولوا عبد الله شو يعني فايت فوتو وين نقد ذاتي يعني هلا انا بنقد هذا الشيء حلو الواحد يعني بنقد هذا الشيء صح صح اليوم انا جيت لهون طلعت من سوريا كان عمري تقريبا 18 سنة يعني ما كنت بعرف شيء عن الغربة ما بعرف شيء يعني جيت لهون اشتغل وبس طيب عبد الله هلا هذا الشيء يعني المعيشة والشغل وكذا جانب بس طبعا. في لسه جوانب تانية لسه اصعب على الشاب شو قصدك يعني بالنسبة يعني ناحية اي ناحية
يعني مثلا ممكن انت يصير لك علاقة مع حدا تتواصل معه، ناس مثلا ما بتعرفه مزبوط، تفوت بمجتمع، تتعرف على بنت، يصير في يعني الحياة صعبة يعني. طبعا طبعا هذا الشيء بطء يعني، ما الشيء لا والله خليه، عرفت علي؟ بجوز انا يعني ما حدا موجهني على طريق صحيح، انا ما بعرف انه الطريق صحيح او غلط، عرفت علي؟ يعني اليوم عمري 18 سنة، شاد من كان ما بعرف. طيب عرفت هو علي. السؤال بقى ما تعقدت؟ يعني في شباب كتير تعقدت. صلي سنتين معقد، أنا صلي سنتين معقد، حاسس إنه في حالة مو طبيعية كتير، ده حتى يعني كتير تعبت من الشغل، تعبت من كل شيء حوالي، عرفت علي؟ صلي سنتين على هالأسلوب، صار حمل تقيل يعني كتير كتير كتير. يلا منيح هلا انت بصحتك وقدران تعرف شو بدك تساوي، ما صار في مشكله مثلا خليتك انه يعني في ناس سافرت لاراني ما عاد قدرت تساوي شيء، في ناس عملت مشكله؟ لا مزبوط حكيك، يعني هلا بنقدر، يعني هلا صار لي سنتين عم بقول لك انه بحاله يأس وهيك، بنقدر نطلع من الحاله، عرفت علي؟ بنقدر بنرجع بنوقف على رجلين من اول جديد وبنقدر. يعني عالجت حالك انت؟ عم بعالج، صار لي سنتين عم بعالج وان شاء الله هلا عم نعالج يعني وبنطلع من هالحالة. يلا ما بيخاف على الشباب السوريين. الله يسلمك. تسلم يا رب. شكرا لك عبد الله. بدك تحكي عليه؟ عمين على عبد الله. ليش بدي احكي عبد الله هيك يعني؟ انه لا تعال، طالما بدي احكي عليه خليه قدامك. شو فيها يعني؟ في عنده حكي بدي يحكي و... صديقي من ايام سوريا يعني، وعايشين هون ويكلين وشاربين. لك صديق؟ في لك صديق؟ في صديق هون. شو اسمك؟ ربما يجيك صديق احسن من اخوك يعني بالنهاية. ممكن ايه بالحياة بتصير. هو اسمه عبد الله. حضرتك محمد الحلو. يعني في لك رفقة كتير، واحد منهم عبد الله. في لي رفقة الحمد لله كتير، الحمد لله. عبد الله هيك رغم انه الشيء اللي مر عليه تلاقي متفائل يعني. متفائل الحمد لله. هو دائما هو يعني شلون نحن نقول لك انه واحد هيك بهبط الثاني بجره معه، الثاني بهبط اجباري نحن جنب بعضنا حتى نجرجر بعضنا، انت عارف شو؟ هو عمره 18 هلا 20 22 حضرتك 25 يلا عنده سنتين خبره بامكانه سابقك بشو عبد الله؟ هلا الحمد لله انا بتوقع ما في حدا سابقني بشي. يعني انت ما مريت نفس ظروفه؟ انا مريت نفس ظروفه، عديت انا هذا الشيء المعدي، انا عديت فيه وخلصت، بس صفى عندي شيء الموضوع عادي. يعني انسان بيمر بدي او خلص امر شيء جدا بسيط يعني. شو الموضوع؟ بس انه حظه قوي ما وقع شيء وقع انه خلته يعني. احيانا يكون واحد شارد بالشارع يجي شيء حادث يصير ممكن يأذي رجله يعني. هذاك واحد جنب بعضنا يعني بالنهايه ما حدا بيترك الثاني. يعني لا هو اهله هون، لا ابوه لا امه، لا حدا لا حد. طب اجباري احنا نوقف جنب بعضنا يعني بالنهايه. يعني هو حكى كلمة من بعيد أنا ما سمعتها وما تأكدت أنا أنه معقول تكون أو كذا. شو هي؟ أنه هو خاطب وكذا خاطب صح؟ عبد الله خاطب بكون قرايبته مزبوط. أيوة. من أيمتها؟ من شي سنتين وشهرين، سنتين ونص. مربوطة القصة بنفس الفترة يعني؟ الخطبة كانت يعني بنفس الفترة، بالسنة وشهرين عديت بأمور ودخلت مجال عمل وهيك يعني، فتكركبت عندي امور كثير. انت في بقى اسباب انه مثلا هو خطب؟ طبعا شيء اكيد. هلا هو كان رسم خطه شيء انه خلاص هو يتزوج، انه شرط من سنت من زمان يتزوج، فخطه ما نجحت معه. وين ما يروح يشتغل ما يزبط اموره. يأس خلاص، حطه يقعد في البيت. اخي يروح يشتغل اللي من هذا الاسبوع نفس هذاك الاسبوع. طب اخي يروح يشتغل الاسبوع الشهر الجاي هذا الشهر نفس الشهر الماضي. طب انت خطبت لهلا خاطب؟ لحد الان خاطب. ايه مستمر وعم تستنى لترتب امورك مشان؟ برتب اموري ان شاء الله. هلا على اقرب وقت عم برتب اموري مشان اتزوج. يعني خطيبته عم تجاهد معه يعني؟ واقفه معه؟ واقفه معه طبعا شيء اكيد. طبعا شيء اكيد. لو ما عم بتجاهد معه ما كان لهلا خاطب. يعني الواحد اذا له هيك مرجعيه بيصير بيريح يعني. طبعاً في سند طبعا اكيد. هو الحكي بيريح واحد الانسان ما يضل انه حبس بقلبه. بس هلا صار هو وخطيبته بده مين يعني يدعمون؟ صحيح. ما صحيح مزبوط. انت ما فكرت مثله ب 18 سنه تخطب وكذا؟ انا لو بدي اخطب كنت خطبت من زمان، بس ما بحب اخطب على شيء تقليدي. نصحته لا تخطب؟ انا بصراحه مو موضوع نصحته، موضوع هو مقتنع بهذا الامر. يعني ايش قديش ما نصحته صف الموضوع اكل همه يعني. طبعا شيء اكيد يعني انه ما باسمه. انا ما كنت هو حاجه تليفون من سوريا انه خلص خطبنا لك وخلص يعني انه لا مو روح وشوف. انا ما كنت بنوي اخطب يعني بكير، يعني كان عمري 20 سنه
20 يعني هيك عم بطبق 20، فكان بكير علي. فالاهل الوالده فنوت انها تخطب لي وتموا فوق راس 6 شهور فما يزعل امه. فهيك هلا انا امي نفس الامر وابوي نفس الامر، بس انا ما بدي. تعرفها انت قبل البنت؟ لا، انه شايفه قبل ما يتم خطبه وكتب كتاب، لا ما لي شايفه يعني، بس في قربه يعني. هي موجوده بتركيا يعني معك، امورك بخير يعني؟ ما لا، اموري بالنسبه للخطبه بخير بخير يعني، ما في مشكله ابدا يعني، ما في مشكله. اجى مين يساعده لو هيك معنويا؟ و طبعا انت لحالك وحداني. انا وحداني الحمد لله، ما لي غير الله بيكفي. كل الناس الى الله يعني، هاي يعني الحمد لله. بس هلا انا قلت لك انه انا صفى الموضوع عندي خلص. هو اجدع صم. هو اجدع اجرى طلع. تمام، صفى الموضوع عندي صم، لان هو جريء. ما عبد الله هي قرار بده جرأه. ايه طبعا هو جريء، بس هلا انا موضوع اني عديت في ازمه اكثر منه. لو محتمل خطب صار في معه كم ورقه خطب، بس انا ما صار معي ولا ورقه لحتى انه امشي اخطب. انا معي كم ورقه، عم فكر بشيء مستقبل انه اعمله، اشتغل شغله حتى انه اصير بالنهايه ارتاح بالنهايه. قبل ما يخطب انا فكرت بعد ما اخطب اعمل شيء مستقبل. أنا فكرت قبل ما اخطب لاني شفت العالم قدامي شو عم بصير فيها، لهيك فكرت انه لا لازم انا اعمل شيء في حياتي لحتى ارتاح بالنهايه. هو محظوظ يعني، مشروعه نجح يعني، ما اجته مشكله تانية من وراء الخطبه. لا، هذا المشروع لا شغال. ما اجتني من وراء مشاكل، عرفت علي؟ الخطبه ما اجت من وراء مشاكل، بس اجاني مشاكل من طرف تاني، عرفت علي؟ يلا الحمد لله. لا انت صحتك منيحه وامورك بخير. وضعه كويس، صحته منيحه الحمد لله. اذا قاعد على الاكل بيمشي حاله ميجن. الله يعطيك، والله يكتر ورائك انت. ورائي يعني عم تقول انت ما عندي ورقه كذا، ما هيك عم تحكي كنت قبل؟ ما عندي ورقه، ما عم لك انه ورقه. انا موضوع مو حكى قال انه ما عندي اوراق؟ ما عندي. لا قال مصاري. انا مصرات. هو صار معه كم ورقه خطب. انا ما صار معي كم ورقه حتى اخطب. انا بصير معي كم ورقه يعني شغله هيك استندت عليها. لا انا كم ورقه يعني مصاري. كثر ورقك المصاري. الله يسلمك يا رب. سلام. شكرا. مني حضرت وشك والله، فكرت بنت انا من ورا من هون مبينه. كيفك؟ الحمد لله. شو جاهز ولا شو؟ انت والكاميرا ما صاحبه؟ لا والله ما لنا صاحبه. هي مشان ياخذ راحته مصورنا. رح اقعد جنبك. شو اسمك؟ جوان. اهلين جوان. يا اخي غير شكل الاولاد صغار. ما لك صوتك يعني فيك ترفع يعني ولا صعب؟ إذا خجلان بلاها. لا نقوم نروح نرفع. شو اسمك؟ أديب. أديب. أديب ها؟ يعني غير شكل. كيفك؟ الحمد لله. كأنه أخوك ما؟ أنت شو اسمك؟ أسيل. أسيل. حضرتك؟ أريج. أريج. أسيل. أريج. أسيل. أريج. أديب. بالترتيب. أديب أسيل. أديب أريج أسيل. أيوة. قديش عمرك أنت؟ 12. يلا كأنك مدللة أنت، أصغر وحدة يعني نوعا ما. نوعا ما. شو بالحياة شو ناوي؟ مهندس طيران إن شاء الله. إن شاء الله يعني وصلت اللي عم تدرس؟ أي صف العاشر هلأ، وبالبيت عم حاول اشتغل حالي. صف العاشر. قديش طولك انت؟ انا انتبهت عليك وقت جيت عدد 180. 180 بالصف العاشر لسه فيه كمان؟ ان شاء الله. شو انت نفس الشيء كأنه ما حدا بيطلع على ابوه، حدا بيطلع على امه، على خاله ما؟ صح. سألتك قديش عمرك ما؟ ايه. شو قلتي لي؟ 12. 12. اختك قديش اكبر منك؟ بسنة ونص. هلا ما بنمزح، بدنا نحكي هيك ليكون انت بجوز محاسبتيه. قد ايه مواليدك؟ امتى؟ 2000. لا ثواني ثواني. 2008. شهر 11 عمري، مو 12، 11. عمرك 11 سنة. أي. أيوة. وأختك؟ عمرها 12، أكبر مني بسنة. لنا سنة ولا سنة ونص ولا ستة ونص؟
بالولادة سنة سنة ونص تمام، بس بالدراسة العادية انه طبعا سنة يعني. طيب ما اختلفنا، الدراسة ممكن بتصير سنة بس بالولادة سنة ونص. انت حافظة مواليدك امتى؟ يعني حافظ طيور بأي شهر وكذا؟ حافظة مواليد اختي؟ لا. ليش؟ ما بعرفه. ليه مواليدها؟ 13/6/2006. 13/6/2006. وانت؟ 2008/1. يعني الفرق سنة ونص. مزبوط الحساب ولا؟ يعني من الواحد بده يصدق ما البنية يعني هيك يعني بشكل انه هون هيك مبين عليها، انت مبين عليك اخوك نفس الشيء. حلوة الحالة يعني، موجودة بقرابينكم موجودة هيك شيء يعني ولا؟ والله كلهم طبيعيين يعني، بس ما بعرف ليش نحن هيك. هلا بجوز انت الحجاب وكذا عاطيكي عمر اكبر، إضافة ل يعني ما هذا شغلة إنه بتضايق يعني عادي، لأنه يعني بالبيت إنه أنا عادي إنه عقلي قد عقلها يعني، بلعب معها بحكي معها يعني عادي، بس إنه الحجم يعني إنه مع العالم ما بقعد بلعب معها أو هيك يعني، لأنه يعني مبين حجمي أكبر يعني، بس إنه بالبيت بلعب معه عادي يعني الحمد لله. طيب أنت ملاقية في فرق أحيانا بتترددي بأشياء تقولي لها تحكي لها تشوفيها أكبر منك يعني ولا بتنسي؟ لا هلا انه احكي له اشياء ولعب معه كثير يعني. لا انتوا سنه ونص قريبين من بعضكم كثير، فبالتالي ما في يعني كثير مسائل انه بين بعضكم تحكوها، بس خطر بالك يوم من الايام لا ما بدي اقول اكبر مني كذا يعني اي موضوع انه ما فهمت عليك انه شو الموضوع يعني؟ هو سؤالي غلط يعني، انا يعني المذيعين احيانا بيسالوا الصغار اسئله يعني بده يكون مبين لحتى يفهموا، اما نحن بنسال احيانا هيك مفكرين انه يعني فهمان يعني، هو غلط يعني. حبيبك انه عد لي السؤال يعني شو قصدك يعني. هلا انت مثلا عمرك قريب من عمره، وقت بدك تتصرفي بالبيت تصرف او تسالي سؤال او في شيء هيك شغله ما بدك تقولي لامك ولا ابوك بدك تحكيها لها، بتترددي يعني ولا طبيعي؟ بالعكس انه بشوفها انه هي اكبر مني، ما بدي اقول اضخم مني، اكبر مني يعني. فبقول انه ممكن تكون يعني نوعها اكبر مني وتفكر صح، تكون مثلا بدي اعمل شغله غلط بتقلي الصح. انت مستفيده بشغله واحده لانه هي شوي هيك حجمها غير ما طولها كذا، مستفيده ما بس بنفس الوقت انه بتحسن بتشيلك، تحسن تشتغل عندك بالبيت أكثر ما؟ ايه صح والله. شو؟ يعني هيك انت ملاحظة هي الحالة مو؟ ملاقية طبيعية. ايه طبيعية يعني، ممكن شفت عالم هيك. شايفة شو عم يقول؟ شو قلتي لها بغيابي؟ والله شو قلتي لها؟ كنت أقول لك إنه ما بعرف شو كنا عم نحكي أنا وأنت، إنه قلت لك انه بما انه هي اكبر مني ما لا اضخم مني يعني. كم بدي اقول اضخم مني يعني هيك شيء. هلا بقى نجي لعندك، شعورك باتجاهها اكيد غير، هي ما عم تحكي معها؟ ايه طبعا. البنات غير الصبيان ايه، فبتشوفيها انت البنت هلا حاطيها بحضنك ما؟ صراحة يعني بحبها اكثر من اخي الاكبر مني، وانه بحسها كثير قريبه مني بالبيت يعني، صح انه بشتغل عنها كثير اشياء يعني هي ما بتشتغل شيء، بس انه يعني بحس انه وقت اللي بشتغل عنها انه يعني هي بما اني صغيره، فوقت اللي بشتغل عنها انه منها بريح ماما، ومن انه ما بخليها انه تتضايق او هيك يعني تتعذب بشغل البيت. هذا الشيء بيضايقكم يعني وقت اللي بتشوفوا حدا بيشوف الفرق وبيستغرب وكذا بضايقكم؟ صراحة بضايقني إلي، ما يعني ما بضايقها هي، لأنه هي يعني إنه قد ما كانت بتضل مدللة، بس هذا الشيء أكثر شيء بضايقني إلي يعني. يعني في حدا متضايق طرف من الأطراف. طيب نحن بنعتذر، هلا نحن على التلفزيون حكينا كل شيء، فعرفتوا القصة لا بقى تفتحوها. اه والله عادي. طيب وقفي أنت وياها لشوف، هلا بتطلع أختك أطول مني. إيه وقفي لشوف، إيه وقفي.
سنة ونص يعني شو سنة ونص؟ تعرف شو سنة ونص؟ يعني 18 شهر ما أو هيك شيء؟ يعني سنة ونص كم شهر؟ 18 شهر شو؟ بس واضح إنه لح تطول بجوز أكثر منك كأنه ما أهلا وسهلا فيكم عدو. بس ملاحظة أخوكي ما حكى شيء. ما بحب يحكي. يعني ما بحب يحكي يعني أنت ما كتير يعني إنه ليش ما بتحكي؟ أنا ما بحكي. لا أنت يعني بالنسبة لك كنت شفتي هيك يعني إنه أخي ليش أنت ما بتحكي؟ والله يعني ما بعرف شو بدي أقول له. يعني وجهي له هيك ملاحظة قولي له وقت اللي يكون في فرصة للتلفزيون وكذا وأنت شاب يعني احكي خذ راحتك. لا بس شو بخجل يعني فعلا. بيخجل أنه إنه ما بيحكي ولا إنه هو لأنه لا هو لأنه هو لأنه هواياتك عندك هوايات شيء مثل أشغال يدوية من كل شيء يعني كل شيء يدوي هيك بإيدك بحب تشتغلي حلو يعني كان رسم أو تشكيل أو شيء له علاقة بالمعجونة بكذا كتير ان شاء الله هيك بعد فتره تشد الهمه وتساوي معرض ونجي بنصور لك اياه. انا لو قلت لك عندك اسئله بدك تساليها لاخوك غير الاسئله اللي بيعرفها ابوك او اختك او كذا شو بتسالي هيك السؤال شوي في عمق. لا هذا ما خلص اعطيني السؤال هيك يتلبك ما يقدر هاتي سؤالك يلا. قد ايه اخذ اي سنة بالمدرسة؟ قد ايش؟ اخذ علامة بالمدرسة اي سنة؟ قد ايه اخذ علامته؟ ما قالكم ما؟ هي سؤال، وسؤال عندي؟ ما بعرف شو بدي اقول. هيك غمقي. انت اخر مرة بابا قتلك. اخر مرة اكل. صعبة ها؟ شوية. سؤالين صعبين. انه انت مخبي علامات ما بدك تقول قديش اخذ قديش كذا واخر شيء انه ايمتى بابا لا هلا اول وحده صعبه صراحه ما عندي جواب العلامات ما فيك تقول غامض انت ما ايه كثير الشغله الثانيه ايمتى صارت القصه اللي حكيت عنها اخر مره قبل شيء يعني ما بعرف بالضبط 4 سنين او هيك 6 7 سنين قديمة القصة عادي ما ديمقراطية عنا بالبيت الحمد لله جينا وجينا وجينا أهلا وسهلا فيكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم